اسم بسمة عبد الله محمد. بسمة عبد الله محمد. اه الوالدة والوالد اسمهم الوالد عبد الله محمد محمد السيد طنطاوي، والوالدة زينب ربيعة علي كيلاني. عندهم كم سنة؟ الوالد عنده 55 والوالدة عندها 55. 55 و55. اه الوالد كان شغال ايه؟ كان شغال نجار مسلح. كان شغال نجار مسلح. اه والوالدة ربة منزل. ربة منزل. حضرتك بنتها صح؟ بنتها كبيرة؟ أوه. اه. كم اخ واخت؟ احنا بنتين وولدين. عايزك تكشفي او تقولي لي اللحظات الاخيره قبل مع الوالده والوالد يروحوا المطار. المطار القطر. يروحوا قصدي محطه القطر. ما فيش، احنا قاعدين عمالين نضحك طول الطريق، لان هو كان جاي يكشف عند الدكتور عندنا في شبين، وانا رحت معاهم عشان نحجز، وقاعدين طول ما احنا قاعدين مستنيين الدكتور عمالين نضحك. كنتوا في شبين عشان تحجزوا لها للدكتور؟ لا ايوه كانوا جايين من الصبح من الساعه 10 عشان جايبين لي الموسم بتاع مولد النبي. جايبين لك زياره؟ اه ركبوا من 7 واصلين عند الحراز الساعه 10 ونص. قعدوا معايا من 10 ونص، خارجين من الحراز الساعه 3. نعيد الحته دي تاني معلش. قعدوا عندي في الحراز، قريه الحراز في البيت. عندك جايين لك زياره بمولد النبي؟ اه من الساعه 10 ونص للساعه 3. قاعدين عندي في البيت عندنا في البلد. ونزلنا شبين عشان يروح يحجز عند دكتور عندنا في شبين ويكشف. ضلينا قاعدين من الساعة 3 ل 4 ونص عند الدكتور. عند الدكتور العظام. اه. فالدكتور قعدنا من 3 ل 4 ونص مستنيين وما جايش. ادونا الفلوس، احنا عمالين نضحك بقى ونهزر ونتريق وكده، احنا بنعيش يعني عادي الموقف وعادي. اه بنقعد نضحك ونهزر معاه. ونزلنا من عند الدكتور هنركب القطر، لا القطر بتاع شبين كان واقف، كان يعني داخل على المحطه. مين اللي كان راح يوصلهم بقى محطه؟ انا. انت بس؟ انا بس. تمام. ابويا قال القطر واقف يلا الحقوا. قربي يا ام محمد عشان القطر واقف، بس امشي بالراحه عشان ايه ما تتكفيش، عشان هي ايه مشيتها بطيئه شويه. فانا كنت معاها قلت له طب روح انت دخل الحاجه المناجي. دخلوا القطر وسلمت عليهم وخلاص، قلت لهم اما توصلوا رنوا عليا وانا مروحه. استاذنك معلش نعيد الحته دي تاني من ساعه ما دخلتوا محطه القطر. دخلنا محطه القطر، الاب ابويا مشي الاول بالسبت بالسبت عشان هو يحجز مكان لامي عشان هي ايه مشيتها بطيئه. وانا ماشيه انا وامي براحتنا عشان اطلعها على السلالم واحده واحده. هو راح ركب القطر وقعد في اول فيا وحجز لها كرسي وهي ركبت وراه. قلت لهم عايزين حاجه انا مروحه. قالت لا. قلت لها طب يما يا دوبك توصلي رن عليا. بس دي كانت اخر حاجه حصلت في شبين. يعني انت دخلتيهم القطر واتحجز وحجزت والوالد حجز تذكرتين وكان كله تمام. اه. كانت كل الناس طبيعيه جدا. اه مفيش اي حاجه لا. ما شفتيش اي حاجه؟ حاجه لا لا كانت مثيره لا تحصل. لا. ده بالعكس كان يركب القطر كان الناس تقول له يا عم الحاج بالراحه عشان في قطر مقابل، كده كده القطر واقف. ما تستعجلش انت كده كده القطر واقف. براحتك وامشي براحتك شال كده القطر. يقول لا ما هو القطر هيفوتني عشان لو فاتني القطر ده هقعد لستة الا تاني. ده والدك؟ اه انا هقعد لستة الا تاني. انت كنت عايزينه يقعد؟ انا كنت عايزاه يبات. انت كنت عايزاه يبات؟ هو رافض. هو طب كان عايز يروح ساعتها كان في حاجه مستعجله عشان عيال اخويا. اه عشان العيال كانوا شابطين ان هم هو ما رضاش ياخدها عشان ما يعملش عندك ازعاج كتير. اه قال لا هم عيال صغير. قال بقى العيال دلوقتي قاعدين عمالين يعيطوا عشان احنا سيبناهم وجينا. فكان كل الطريق لا ده انا هروح عشان ولاد العيال اللي في البيت، عيال اخوكي في البيت وهروح عشان اعمل. بس ادي اخر الحوار في شبين. ركبوا القطر؟ ركبوا القطر. طمنت عليهم خلاص؟ هم ركبوا وانا روحت بلدنا. اه ايه اللي حصل بقى بعد؟ زي اي واحده روحت شفت ولادي وعملت استقبلت يعني. لا انا عارف كل ده، انا قصدي عفوا يعني الخبر. الخبر بقى ده ازاي؟ الخبر ان خالي كان في نفس البلد جاب لي بنته موسم، خالي اخو امي، بس هو هيبات عند بنته. هو جه قال لي اه في حاله مش ناس يعني جايين يسالوا كده. لا ده هم جايين مخضوضين. انت سالتي على انت شفت امك وابوكي وصلوا ولا لا؟ قلت لهم انا لسه مركباهم القطر وجاي. فهو في شبين او حته قريبه من شبين ما كانوا احنا ما نعرفش القطر
عمل حادثة فين، احنا ما نعرفش القطر في الحتة الفلانية وما اعرفش الحتة، والقطرين دخلوا ببعض وبقولوا، والبيت عندنا عند بيت ابويا عمالين يصوتوا، والحريم هناك عمال تصوت والناس عمال تصوت هناك. انت اتفاجئت ان الناس كلها بتصوت؟ اه احنا بالفضل احنا عرفوا ان في حاجه، احنا ما اتفاجئنا عشان والدك والدتك هم في البلد، انا ما اعرفش، ما انا في بلد وهم في بلد. انا ما اعرفش هم بيهزر. بدات اتصل باخواتي تليفوناتهم مقفوله، اتصل بابويا تليفونه غير متاح او مقفول، اتصلت ببنت خالي قالت يا ابله بسمه ده بقول واحنا لقينا امك ومش لاقينا ابوك. ده بعد ما القطرين دخلوا في بعض؟ اه قالوا احنا رحنا بنت خالي. بنت خالي اه قالت ده يا ابله بسمه احنا في ناس بتقول ابوك. واتصلت تاني، اتصلت على ابن خالي قال لا ده احنا لقينا ابوك ومش لاقين امه. حبه واحده اتصلت غريبه احنا ما نعرفش مين، والاب عايش. انا كله لسه في الحراس، لسه ما اتحركتش عشان اجي اشوف ابويا وامي. طبعا اهل بيتي جابوا عربيه وجينا على المستشفى. كان اخويا بقى اتصل عليه بيقول الام لازم رجلها تتبتت دلوقتي. انت رحتي هم كانوا لقوا والدتك ولسه ما لقوش والدك؟ اه. عملت انت اتحركت على الارض؟ انا اتحركت، جابوا عربيه اهل جوزي وجوزي جابوا لنا عربيه من العربيه جايين، لسه ما احنا لسه في نص الطريق. اخويا اتصل قال بيقول الدكتور بيقول لي خد قرار الام رجلها هتتبتت دلوقتي، انت اعمل ايه؟ قلت له انت اللي شايف الحاله قدامك، انا مش شايفه امي رجلها عامله ايه. الساعه كام؟ الكلام ده كان الساعه حوالي 9 او 8 ونص، وصلنا هنا الجامعه 11. كانت الام في العمليات خارجه الساعه 1. ايه اللي حصل بقى لوالدتك لما دخلت؟ حالتها ايه؟ ما حالتها بقى الرجل كانت شابطه على ما فيش. حصل معلش وصلت لنا المشهد معلش. المشهد انا اخويا اللي قال لي قال لي الحوار اللي انا دخلنا. طب معلش استاذن مش عارف عندي مشكله. طيب ماشي قول بس على صوتك. انا دخلت اول ما دخلنا تمام لقيت الدكتور واقف على والدتي. اه فانا بقول له ايه اللي هيتم؟ قال لي والدتك دلوقتي الرجل الكفه نفسها السمانة اللي تحت يا دوبها شط على جلدك. اه جلدك انا حركت صوابعك يا امي، حركت صوابعك الكبير. قلت له طب ما هي شغاله اهي. قال لي بص هي شغاله دلوقتي بس هي لازم ايه تتبتر. قلت له انت شايف ايه؟ قال لي لو قعدت ساعتين هتموت، تختار ايه؟ قلت له لا انا طير، انا طير عضو من الاعضاء، عضو من الاعضاء بس هي تعيش. قال لي انت كده تمام، انت كده بتفكر صح بس المهم تعيش. المهم اللي انا دلوقتي بدور في موضوع اللي هي تعيش. انا مش بدور دلوقتي بقى بدور الا ايه الخساير، ايه الخساير. بص انا هقول لك على حضرتك، هقول لك اصل احنا مالناش الا دلوقتي. صلى على النبي دلوقتي. انا قدامي كوبايه شاي، يغسل الكوبايه يغسل الشاي؟ لا اغسل الشاي واسيب الكوبايه زي ما هي. صح احنا حدنا الكوبايه دي روح، ما هي ما فيش حل غير كده. انا عايز شفت والدتك في المشهد. انا شفت واقول لك مع احترامي انا شفت المنظر رجليها، انا الوحيد اللي في عيالها شفت المنظر بتاع رجليها متقطعه وكلها دم. مش رجليها هرجع لحضرتك تاني، مش الحاله اللي احنا اللي انا سايباها عليها. امي كانت متدمره. الاب ده عمليات من 11 ونص خارج في الفجر. دخل العمليات 11 ونص خارج 4 بالظبط، 8 ساعات عمليات. عشان في ناحيه العمليه كان هي رجل اكتشفوا في العمليه اللي هو الحوض بتاعهم بتاعه انكسر. انا ارجع لك تاني، اللي عند الوالده قالوا ان هتبتر لها رجل اليمين. اه وايه اللي في الشمال؟ ما احنا ما اكتشفناش بقى الشمال لما خرجوا من اوضه العمليات وبدات تفوق من البن وبنحرك بنغسل الرجل اللي هي نضيق ما هي من عصا دم. جينا بقى نغسلها كل كل ما نيجي نغسلها ونحركها تصور. دي ده الرجل السليمه، دي الرجل السليمه. اه فقالوا لا ده احنا هنعمل. فطبعا هي الانيميا كانت 5، السكر كان معدي 500، الضغط كان عالي، فكان لازم تخش عنايه. لما دخلوها عنايه جبسوا الرجل، اكتشفنا النهارده الصبح ان الايد الشمال وارمه، قالوا ده فيها كسر.
عملنا لها النهارده اشعه مقطعيه على المخ وعلى البطن اللي هي كانت عماله تصوت من بطنها. وطبعا هي الحاله ان هي عماله تعيط من شكل رجليها تصوت. واحنا طبعا يعني معلش ده امنا مش مفيش. هي دلوقتي الحاله ان هي بتر في رجل اليمين، كسر في رجل الشمال، وكسر في الذراع الشمال. دي الام. الاب بقى كسر في الحوض، تركيب مسامير ونخاع في الرجل الشمال، كدمات في الايدين وعاملين جبيره في الايد، خياطه في الراس وخياطه في الوجه. لما وصلتوا المستشفى والدك والدك هل بياخدوا الرعايه الكامله؟ في اي تقصير؟ لا صراحه لا، لانهم كانوا واقفين لامي، كانوا واقفين لامي ولغايه دلوقتي. يعني اتواجه نهاني طالع لابويا مخصوص ومش عشان خاطر يشوف. احنا كان بيخش لنا يعني احنا ليله واحده كان بيخش لنا اكتر من يجي ست سبع دكاتره. برضه دي جهات تواصلت معاكم؟ هي الشؤون الاجتماعيه او وزاره التضامن. وقالت احنا هنعمل اقصى ما عندنا عشان خاطر نعوض والدتكم برضو ونعوض والدكم وكده. فانا قلت لهم انا دلوقتي انا والدتي اتدمرت حاجه، طبعا دلوقتي انا عايز اشوف لها حل عشان نشوف لها حل. لازم تساعدوني، لازم هي محتاجه طرف ساعه. طب انتوا مصدر دخلكم ايه؟ ما فيش. الوالده والوالد؟ الوالد كان نجار مساعد، والوالده كان بيشتغل نجار شغالين في العشاء. والاختين واحده متجوزه في شبين والثانيه متجوزه في يوكا. الحمد لله الحمد لله. قالوا لكم الطرف الصناعي هم هيركبوه؟ لا هم لسه ما قالوش حاجه. محدش شجاب. هنشوف عشان خاطر وزاره التضامن الاجتماعي لسه هتعمل تقرير بالحاله في الحالتين بتاعت والدك ووالدتك، وبعد كده الوزير هيجي يشوف الحالتين وهيعمل اللازم. الكلام ده كله معايا انا. ايه سبب الحادث؟ محدش عارف. احنا عرفنا بقى احنا ايه؟ احنا ولا حد قطر الضاعه. التليفون بتاع والدي على سكه الحريق. رن علينا قال ده التليفون ده للاقيه. طب لاقيه فين؟ قال انا على سكه الحريق. في الحادثه بتاعتك؟ لا لا، هو حادثه قطرين الاثنين في بعض. راح اخويا مكلمني، رحت انا على احرار على السلم هناك. قلت له هنا في مستشفى الجامعه. قلت له هنا في مستشفى. رجعت تاني على نفس الوضع. عمنا قال ده انا طب دور عليهم، قال مش لاقيه. عبال ما انا وصلت قال لا، كانت والدتي كانت موجوده. بس يعني الحمد لله ان هي جت الجامعه بدري. الحمد لله ان انا قوي بالله ما كنتش استحملت الصوت. يعني كنت طبيت ساكت من المشهد. احنا برضو كلنا الحمد لله يعني كلنا والله ربنا بيلهم البني ادم في الاوقات الصعبه. احنا دلوقتي ماسكين نفسنا بالعافيه. تمام. يعني ما عندكوش اي خلفيه سائق التحويله اللي حصل؟ احنا ما نقدرش نظلم. احنا سايبينها على الله وعلي. سايبينها على الله وعلى الناس تجيب حق الناس زي كده. مش عارف ايه الكلام من الناس اللي مؤخرا. قبل ما اختم مع حضراتكم وان شاء الله الوالد والوالده يقوموا بالسلامه وكل حاجه. انا عارف. انتوا بتطالبوا بايه؟ ده احنا بنطالب الحمد لله ان هو ربنا يكرمهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. هم يساعدوهم ويشوفوهم عايزين ايه لازم يتعمل ليهم. هم مش لينا. مش لينا احنا. هم خلاص هي بقت هي قاعده كده في البيت وهو زيها. ليهم هم مساعده. ليهم هم يصرفوا على نفسهم مش على حد تاني. كل واحد شاف حياته وكل واحد متراسل. كل واحده اتجوزت خلاص. لا احنا عايشين معاهم الحمد لله يعني ما فيش افتراق. بنقدم عليكم لما امين يا رب العالمين. ماشي. احنا بنشكر حضراتكم جدا وان شاء الله حقهم يرجع وان شاء الله كل حاجه تكون تمام والحاج يرجعوا بألف سلامه اكتر من الاول.